الحمد لله لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسي. يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. تسليما كثيرا. ورضي الله عن آله الطاهرين وعن الصحابة الغر الميامين، وخصوصا خلفاءه الراشدين أبا بكر رضي الله تعالى عنه، الذي هو أول من أسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدق بما جاء به، والذي نوه الله تعالى به وبصحبته حيث قال: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ورضي الله عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، الذي أنزل الله في محكم كتابه آيات محكمات موافقة لرأيه، والذي زكاه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يسلك طريقا إلا تركها الشيطان وسلك سبيلا غير ذلك السبيل. ورضي الله تعالى عن عثمان ذي النورين رضي الله تعالى عن عثمان ذي النورين الذي بايع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نيابة عنه في بيعة الرضوان، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، حينما جاء بألف دينار وصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم في جيش العسرة في غزوة تبوك، تلك الغزوة التي أنزل الله تعالى بمناسبتها قوله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه الآيات أنزلها الله تعالى بمناسبة غزوة تبوك، واستعرضت لكم هذه الآيات يا عباد الله لتتبينوا من خلالها أن الله تعالى أعلن توبته عن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله بلا استثناء. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين بأجمعهم بما فيهم أبو بكر وعمر وعائشة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، هكذا أعلن الله في محكم كتابه، وهكذا الله أعلن رضاه وتزكيته لسائر آل وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه
ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. هكذا أعلن الله في محكم كتابه أنه كتب الإيمان في سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآله، وأعلن رضاه عنهم وشرفهم بأنهم هم حزبه المفلحون. هكذا صريح محكم كتاب الله. ولقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر عشرة من أصحابه بالجنة، أولهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ورضي الله تعالى عن أبي الحسنين ريحانتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحسن والحسين. ألا ومن المعروف أن أبا الحسنين هو الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ورضي عن الصحابة أجمعين. علي الذي من فضائله التي هي كثيرة أنه أول من أسلم من الأطفال الصغار، كما أنه أول من أسلم من الرجال الكبار، أبو بكر رضي الله تعالى عنهما. وعلي الذي من فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله تعالى ويحبه رسوله. واشرأبت أعناق الصحابة أيهم يعطى هذه الراية، هذه الراية التي هي معيار وبيان أن صاحبها الذي يعطاها يحبه الله ورسوله. فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب. ذكرت لكم ذلك يا عباد الله، يا أيها المسلمون، لتكونوا على بصيرة من محكم كتاب الله، من صريح محكم كتاب الله، أن الله تعالى زكى آل وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بلا استثناء، ورضي عن آل وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بلا استثناء. لتكونوا على بصيرة من ذلك، حتى تكونوا في حرز منيع وحصن حصين من ذلك الفكر الهدام الذي مبدأه هو لعن وشتم أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وشتم ولعن عمر رضي الله تعالى عنه، وشتم ولعن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم، ورضي عن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ومن المعلوم ضرورة أن الذي يسدي اللعن والشتم تجاه أبي بكر وتجاه عمر وتجاه عائشة أنه قد حاد الله ورسوله وشاق الله ورسوله، حيث إن الله تعالى زكى وأثنى على أبي بكر وعمر وعائشة في عموم الصحابة، وزكاهم بخصوصهم كلهم، خصه سبحانه وتعالى بتزكية تخص به، وخصه نبيه بتزكية تخص به. فالذي يتعرض لهم بالشتم واللعن لا محالة قد حاد الله ورسوله. والله تعالى قد قال: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. ويقول: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. فكونوا يا عباد الله على وعي، وكونوا على بصيرة، حتى لا تنجرفوا في الهاوية، حتى لا تهلكوا مع الهالكين الذين يسدون اللعن والشتم تجاه أفضل رجل من هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ثاني رجل هو الأفضل عمر بن الخطاب، ثم عائشة أم المؤمنين التي أنزل الله القرآن المحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، في الثناء عليها وفي براءتها كما هو معروف في محكم كتاب الله. بعد هذه المقدمة التي أعطيتكم وأسمعتكم إياها لتكونوا على بصيرة، حتى لا تنخدعوا وحتى لا تعبؤوا بما يجب في أوساطكم في هذه في الأوضاع الراهنة في هذا الوقت، مما من فكر ملحد ضال مبدأه شتم ولعن أبي بكر وعمر وعائشة أم المؤمنين. هذا
وبعدما استعرضت وخاطبت فخامة رئيس الجمهورية يوم في خطبة العيد يوم الاثنين الماضي، بعدما خاطبته ورفعت إليه الشكوى بما سمعتم جميعا وهو موجود محفوظ، الخطبة موجودة بين أيديكم، بعدما أسمعته ذلك تمت بحمد الله تعالى تعرية وكشف نشاط الفكر التشيعي الصفوي الفارسي في بلدنا عن طريق ما يعرف بوسائل التواصل الاجتماعي مثل ما يعرف باليوتيوب ومثل ما يعرف بالفيسبوك، فقد تمت تعرية نشاط هذا الفكر في بلدنا ولله الحمد. أنا ذاك ما كان عندي إلا علم نقل إلي عن طريق الثقات والعدول كما خاطبته بذلك، لكن بعد ذلك تمت التعرية بالصوت، بسماع الصوت من أولئك ورؤية الصورة من أولئك، وهم يصفون أبا بكر وعمر وعائشة بالمنافقين ويلعنونهما جهارا. وكما قلت لكم اليوتيوب بين أيديكم والفيسبوك بين أيديكم، اطلعوا وممكن أنكم اطلعتم، وأنا أعتقد أن فخامة رئيس الجمهورية قد اطلع على ذلك، وأنا بعد اطلاعه على ذلك واثق بعد الله تعالى من أنه يدرك أولا أن شتم ولعن أبا بكر وعمر وعائشة، أن شتم هؤلاء ولعنهم هو عين الإرهاب وهو عين الغلو وهو عين التطرف، وهو قد علم بحربه التي لا هوادة فيها ضد الإرهاب والتطرف والغلو، وقد عرف عالميا بنجاحه في دحر الإرهاب والغلو والتطرف عن بلدنا. ونحن على رجاء من الله من أن الله يعينه ويوفقه حتى يدحر عنا هذا الفكر الهدام الإرهابي صاحب الغلو صاحب التطرف. وأثق أيضا بعد الله تعالى من أن فخامة رئيسنا يدرك واضحا جليا لا لبس فيه، يدرك لحكمته ولإدراكه ولاطلاعه على ما يجري، يدرك أن التغلغل بهذا الفكر العقدي في مجتمعنا السني، أن هذا التغلغل لهذا الفكر في وسطنا الاجتماعي لا محالة سيشعل فينا نار الطائفية وسيثير فينا النعرات الفئوية. ومجتمعنا نسأل الله أن يحفظه وأن يجمع شمله وأن يؤلف بين قلوبهم يعيش ما يعيش من الفئوية. أدرك على ثقة من أنه يدرك أن هذا الفكر تغلغله في وسطنا الاجتماعي سيشعل فينا نار الطائفية ويثير فينا النعرات الفئوية التي نعاني منها ونعمل على أن نخمدها وأن نقضي عليها، نسأل الله أن يعيننا على ذلك. وندرك أنه أيضا ونثق أنه بعد الله أنه أيضا يدرك ثالثا أن قطع العلاقات مع المد الصفوي الفارسي الإيراني فرض شرعي ومطلب جمهوري. وأنا أقول مطلب جمهوري أعني مطلب للجمهورية الإسلامية السنية الموريتانية، وعبرت بأنه مطلب جمهوري ولم أقل مطلبا شعبي، لأني أعتقد أنه مطلب أعني قطع العلاقات مع هؤلاء مطلب لفخامة الرئيس ومطلب لحكومتنا ومطلب لسائر الشعب. لذلك فضلت أن يكون المطلب من الجمهورية الإسلامية بكاملها ولم أقل مطلبا شعبيا. أدرك ذلك، أسأل الله أن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يسدد خطاه وأن يوفقه إلى أن ينقذ هذا البلد الذي جاء لينقذه مما يعيشه من فساد ومن تشتت ومن تشرد، أن يعينه على أن يزيح عنا هذا البلاء هذه الطامة الكبرى. وأدرك أيضا أنه يدرك أن هذا الفكر بما يشعله من نار الطائفية والنعرات وما إلى ذلك لا يقل شأنا عن الصهيونية وما كانت تسعى به في بلدنا. نعم هم ينتمون للإسلام ولا نريد تكفيرهم، ودأب أهل السنة أنهم لا يكفرون، لا نكفر أحد، لكن هذا الفكر خطره وشرره في كل مجتمع دخله لا ينقص عن خطر وشرر الفكر الصهيوني.
أقول ما تسمعون، وأسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى، وأن يعيننا جميعا على التعاون على البر والتقوى، وعلى أن نسعى لدرء المفسدة عن ديننا ووطننا، وجلب المصلحة لديننا ووطننا من قمتنا إلى قاعدتنا ومن قاعدتنا إلى قمتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فمن باب التوعية ومن باب التأكيد أقول أخاطب هذه العقول التي أنا أعتقد أنها تدرك ما كنت أسمعهم وتدرك خطر وجود التشيع والدعوة إلى التشيع في بلدنا، أقول إن هناك من يحاول التميع أو يحاول أن يتطول بما لا يسمن ولا يغني من جوع، من أنني لما ذكرت أمام رئيس الجمهورية التنديد والإنكار لذلك الإعلان الصارخ الظالم الداعي إلى تدوين الحرمين الشريفين، وكأنه أصم لا يسمع أني ذكرت أن الحرمين الشريفين حقهما تابع لكل مسلم، وأنهما يعتني بهما كل مسلم، وأنهما سواء العاكف فيهما والبادي، لكنهما يحتاجان إلى صيانة، صيانة معنوية وصيانة مادية، وأعلنت من باب ما لا خلاف فيه بين معاند ومعارض وموالي من أنه لا يمكن أن يكون الحرمان الشريفان في وضعية أفضل مما هما فيه. يستنتج المستنتج أو المحاول أن يرشف أو أن يشكك أو أن يسيس ويقول هذا نوع من الولاء للمملكة العربية السعودية، هكذا يقول، وكأنني أنا أو كأن رئيس الجمهورية يتوارى أو يتقهقر عن أن يكون متضامنا مع المملكة العربية السعودية، والله إننا لمتضامنون معها بما تقوم به من إحقاق الحق وإبطال الباطل، وإننا معها ضد الهجمات التي تواجهها من سائر أعداء الإسلام، وليس هذا وليد يومي، ولقد سبق مرت خمس أو ست سنوات وموجود فينا التطبيع الإيراني، ونحن نعلن ولاءنا معها، وما انتظام رئيسنا بدولتنا بذلك التحالف الذي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية لا شاهد على ذلك. الذي أريد أن أقول أن الذي نعلن عنه في بلدنا من خطر هذا الفكر الهدام، وطلبنا بإلحاح من رئيسنا أن يزيح عنا هذا الفكر، هو طلب ولذاته دين محض، ولا ينقص من شأنه أننا نتعاون مع المملكة العربية السعودية، بل قد نقول لو أننا تعاوننا معها وتركنا هذا الفكر الهدام فينا لم يكن لتعاوننا معها ما أي معنى، لأننا نترك الفكر الهدام يسعى فينا ويجلد ضدها الجنون، ونحن في الظاهر معها، معاذ الله، هذا أجل منه ذكاؤنا وعقلنا وحكمتنا، فلا تميع ولا يمكن أن يميع هذا الذي ندعو إليه ونسعى إليه ونطلب من رئيسنا أن يحققه لنا بمثل هذه التقولات التي يهدف إليها المرجف الذي لا حجة لديه، هذا ما أردت أن أشير إليه وأنبهكم عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أحق الحق بكلماتك وأبطل الباطل، اللهم أحق الحق بكلماتك وأبطل الباطل، اللهم أرنا الحق حقا ووفقنا لاتباعه، وأرنا الباطل باطلا ووفقنا لاجتنابه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح ذات بيننا وإله بين قلوبنا، واجمع كلمتنا على الحق.
اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم أبلغ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وإذل الشرك والمشركين، وهم كيد الكافرين. اللهم واكتب النصر للمحكمين بكتابك وصحيح سنة نبيك. اللهم أعن القائمين على إحياء سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وكفهم مكر الماكرين وكيد الكائدين وبدع المبتدعين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم وآمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من رام بلدنا هذا وبلدا من بلدان المسلمين بزعزعة أمن واستقرار، فاشغله بنفسه واجعل تدميره في تدبيره، واجعل دائرة السوء عليه. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم صيبا نافعا، اللهم عم بلادنا بالصيب النافع، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا محق ولا غرق.